في نشرتنا الآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد مع دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك أميرا. شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وشدد المركز على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد بمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا. وأشار المركز إلى أن يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حامل البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في ضوء استراتيجيتها الطموحة، وذلك للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة فاسيليوس كروستاليس لبحث سبل التعاون المشترك. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية للحفاظ على البيئة البحرية، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية. وإلى أسواق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين قابلتها عمليات بيع من قبل العرب والأجانب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 751 مليار و300 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11072 نقطة ليرتفع بنسبة 26%، ويغلق عند مستوى 11100 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2241 نقطة ليتراجع بنسبة 47%، مغلقا عند مستوى 2231 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3243 نقطة ليتراجع بنسبة 22%، ليغلق عند مستوى 3236 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 23 جنيها و99 قرشا للشراء و24 جنيها و13 قرشا للبيع. اليورو سجل 23 جنيها و90 قرشا للشراء و24 جنيها و5 قروش للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 27 جنيها و86 قرشا للشراء و28 جنيها و3 قروش للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و57 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيهات و38 قرشا للشراء و6 جنيهات و42 قرشا للبيع. أعلنت بورصة الكويت أن صافي ربحها في الربع الثالث من العام ارتفع بنسبة 13.7% ليصل إلى 4.3 مليون دينار و 3.8 مليون دينار قبل عام. وعلى صعيد تداولات اليوم، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 69%، وخارج الكويت تراجع مؤشر السوق الرئيسية السعودية التاسي بنسبة 1.41%، فيما استقر مؤشر سوق البحرين العام. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى أميرة ونهى. إليكما. شكرا جزيلا لك دينا.